مآسي العدوان السعودي لا تنتهي، فمن نجا من الموت قصفا أو جوعا أو من الإصابة الجسدية لا ينجو من الآلام النفسية التي ألحقها العدوان بالكثير من أبناء اليمن، وبخاصة فئة النساء والأطفال. جراح العدوان لم تلتئم، وآثاره النفسية باقية في الكبار والصغار الذين عايشوا مشاهد القتل والدمار. هذا هو العدوان السعودي، أفقد الكثيرين أغلى ما يمتلكون، حتى أصبحوا يعانون من صدمات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة. هنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري يتلقى عبد الله البالغ من العمر 27 عاماً العلاج إثر تعرضه لصدمة نفسية جراء غارات العدوان على حي فج عطان، والتي سببت له إعاقة نفسية وأثرت على حياته الأسرية وأعماله. يوم الضربة حق قنبلة عطان كنت أنا جالس أنا والعيال في البيت، وكان البيت مقابل اتجاه القنبلة، فأصبنا يعني بنوبة هلع فظيع جدا. الأطفال، زوجتي، أنا، خواتي، لا زلت إلى حد الآن أعاني من هذه الصدمة، حتى أنه بدأت تدهور يعني عملي، حياتي الأسرية بدأت خلاص ما قدرت أدير أموري تمام. ألف حالة استقبلتها المؤسسة وأكثر من 1069 اتصالا على الخط الساخن، جميعهم يعانون القلق والخوف من تكرار العدوان ومشاكل بالنوم وآلام في الجسد واستمرار التفكير بالأحداث والجرائم المرعبة، وكلها تؤثر على التركيز والذاكرة والتواصل مع المحيطين بهم. أكثر الحالات المتأثرة في الغالب النساء والأطفال وكبار السن، وليس بمنأى عنها حتى الكبار أو الراشدين، يعني حالات تسبب رعب، وهذا ينطبق عليها ما ينطبق على اضطرابات ما بعد الصدمة، يعني مشاهد تكاد أن تودي بالحياة وتهدد أمن وسلامة الشخص الجسدية. أخصائيون نفسيون أكدوا أن نسبة كبيرة من الحالات تتعافى من خلال الأنشطة التفريغية والترفيهية، في حين أن من تعرض لحدث هدد حياته سواء من ناحية نفسية أو جسدية كالإصابة والإعاقة أو فقدان أحد من أسرته، فهذا يعني أنه تعرض لصدمة نفسية قاسية ويحتاج لعلاج نفسي عميق. في حالة جت اليوم طفل طبعا عمره 14 سنة، طبعا بعد ضربة نقوم نزحوا إلى تعز، وبدأت تظهر عليه أعراض اكتئاب حاد من انعزال وضيق وبكاء، تبول لا إرادي، تراجع في المستوى الدراسي، يعني الحالة فعلا كانت مركبة وشائكة، وفعلا القلب يدمنها. لقد ترك العدوان بحربه الظالمة على الشعب اليمني آثار نفسية شديدة وعميقة جدا، لا تقل قسوة وظلما على البنية التحتية وعلى الاقتصاد. حرب نفسية لعدوان غاشم يمارس الإبادة ويتعمد إرهاب اليمنيين وترويع الأطفال والنساء، لكنه عجز عن كسر إرادة اليمنيين الرافضين للتبعية والوصاية والمصرين على انتزاع القرار الوطني. سامي الحجري، اليمن اليوم. ولم يتبقى